أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من عدن الغد، شاب من عدن يجوب شوارع المدينة لأجل إنهاء فوضى السلاح. رئيس قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بتعز متحدثا عن المرضى للموقع بوست يموتون قبل الوصول إلينا. ومن المشاهد نت، ميليشيا الحوثي تعتقل مواطنا في صرواح بعد أن محيت الصرخة من جدار منزله. وأخيرا من القدس العربي، عنوان الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام. أهلا بكم. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين، منها إصابة قيادي في الحزام الأمني ومقتل وإصابة سبعة من حراسته بتفجير سيارة مفخخة في أبين. وفي تطورات المعارك، مقاتلة التحالف تشن 12 غارة على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي غربية تعز. ومن الحديدة، وفاة ثلاثة أشخاص إثر اجتياح وباء الكوليرا بلدة جنوب الحديدة. وعنوان تعيين وإقالة وزير الأوقاف لنجله تفتح ملف تعيين الأقارب في الحكومة اليمنية. وفي تقرير لموقع عدن الغد بعنوان شاب من عدن يجاهد لأجل إنهاء فوضى السلاح في المدينة، وقال الموقع إنه ومنذ أشهر مضت بدأ وديع أمان حملة شعبية للتوعية بضرورة منع السلاح. ويصف الموقع المهمة بأنها تبدو مستحيلة، إلا أن أمان يواصل شق طريقه بلقاءات واسعة مع مسؤولين وشخصيات اجتماعية ومنظمات وفعاليات سياسية وأحزاب. ويقول وديع، وهو ناشط في منظمات المجتمع المدني، إن الحل في عدن يبدأ من نزع السلاح من يد المواطنين وإقناعهم بضرورة تركه، موضحا أن ذلك خطوة أولى صوب إحداث حالة من الاستقرار الأمني في المدينة. وقالت مصادر طبية لعدن الغد إن ضحايا إطلاق النار في عدن خلال عامين تجاوز 232 شخصا، في حين أصيب المئات والبعض كانت إعاقتهم دائمة. آخر عتبات الجمهورية في مرمى نيران الكهنوت، تحت هذا العنوان كتب عبد الواحد علي مقاله المنشور في موقع سبتمبر نت، مضيفا في أجزاء من المقال المكرس للمخاطر التي يواجهها التعليم. من خلال الرصد الدقيق لمسيرة الدماء والدمار الحوثية، لا يمكن للمتابع رصد ملامح مشروع ثقافي برؤية وطنية يمكن تقديمه للمنافسة به مع بقية المشاريع الوطنية الأخرى سوى تلك النظريات البالية القديمة التي لم تنتج وعلى مدى 1000 عام من تاريخ اليمن غير عناصر حاقدة لا تجيد سوى تجديد شلالات الدماء وإبقاء الإنسان عبداً لكهنة المعبد مع ديمومة استباحته أرضاً وعرضاً وكرامة. لا خيار له في الحياة غير ما يتلقفه من أفواه الدجالين. وإذا كان موضوع التربية ومكوناتها يمثل الأهمية القصوى في المشروع الوطني الجامع لكافة أفراد ومكونات الشعب اليمني، فما الذي يمكن القيام به من قبل العقلاء في اليمن عموماً وسلطات الدولة خصوصاً المتمثلة في الشرعية التي يجب أن تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية لحماية أهم وأخطر معاقل الثورة السبتمبرية المتمثل في حقل الثقافة والمعرفة وبناء الأجيال القادمة وحمايتها من التضليل والتزييف الممنهج. وبعد كل الحماقات والأحقاد والجرائم الجسيمة في حق الشعب من قبل الفئة العنصرية، يدفع الجميع إلى جبهة الرفض والتصدي للفكر الخرافي والثقافة الملغومة بكافة أنواع الحقد والكراهية، لمنع تسلل المزيد من مثل هكذا أفكار إلى قلوب وعقول من لا يملكون أبسط مقومات المعرفة لتحصين أنفسهم من سرطان الكهنوت ووباء الملال، وليتسنى لهم قبول مثل هكذا مناهج لتفادي آثارها الكارثية على أمن وسلامة واستقرار ومستقبل اليمن أرضاً وإنساناً وهوية. إن المعركة التي يخوضها معلمو ومعلمات اليمن تعد الحلقة الأخطر والأهم في سلسلة الحرب التي يخوضها الشعب ضد الكهنوت. قال موقع الموقع بوست في أحد عناوينه البارزة، وفاة مرضى بالفشل الكلوي لغياب العلاج في تعز.
قال رئيس قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بتعز عصام دحان إن مئات من مرضى الفشل الكلوي في القسم الذي أسسته الحكومة التركية ممثلة في وكالتها للتعاون والتنسيق تيكا يعانون بشكل مستمر بفعل قلة الدعم وانعدام الأدوية، وأضاف أن عددا منهم توفي وهم في الطريق إلى المشفى، بينما يعاني عدد آخر منهم جراء عدم قدرتنا على تقديم العلاج لهم. ويوجد في مدينة تعز قسمان لعلاج مرضى الفشل الكلوي، أحدهما أسسته وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا في المستشفى الجمهوري، أما الثاني فيوجد في مستشفى الثورة، ويعد القسمان قبلة للآلاف من المرضى في المحافظة. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت في صفحتها الرئيسية: متحف الجيش البريطاني ينظم ندوة في لندن بالذكرى 50 لخروجهم من عدن. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: ينظم متحف الجيش البريطاني ندوة خاصة في 27 أكتوبر الجاري في لندن ببريطانيا بمناسبة الذكرى 50 لخروج القوات البريطانية من عدن. وتستضيف الندوة الباحث التاريخي جونتان ووكر مؤلف كتاب طوارئ عدن، الذي سيتحدث عن الفترة العصيبة التي مرت بها عدن منذ عام 1963 إلى 1967، وخصوصا أحداث الأيام 19 التي سيطر فيها الثوار على مدينة كريتر إبان انتفاضة 20 يونيو في معسكر 20 قبل استعادتها مرة أخرى من قبل قوات الهايلاندرز بقيادة القائد البريطاني ميتش بعد كسره لأوامر قادته السياسيين الذين أمروه بعدم الدخول إلى كريتر والانسحاب نهائيا من عدن، وما حصل فيها من أحداث أخرى قام المؤلف بتسطير تفاصيلها في كتابه. الأسبوع الماضي عرقلت وزارة المالية والبنك المركزي توجيها لرئيس الحكومة أحمد بن دغر بصرف مبلغ 5 مليارات ريال كرواتب شهر واحد لموظفي القطاع المدني بمحافظة تعز. هكذا بدأ فاروق الكمالي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا في أجزاء منه. كان موقف البنك قانونيا وسليما إذ طالب أولا بتشغيل فرع البنك المركزي بالمحافظة وتحويل إيراداتها إلى حساب الحكومة العام في المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن. يمكن أن يوجه بن دغر بصرف راتب شهر تحت ضغط احتجاج الموظفين ومن اعتماد السلطة المركزية، لكنه لا يستطيع أن يعمل على صرف رواتب تعز بانتظام قبل استقرار وضعها المالي وتحويل إيراداتها. لماذا يصرف البنك المركزي رواتب موظفي عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت ومأرب ولا يصرف رواتب تعز؟ ربما تقولون إنه عمل مناطقي وعنصري متعمد ضد تعز، وهذا غير صحيح، فهذه المحافظات ببساطة تمكنت من تنظيم وضعها المالي وفتح حسابات موازنة في البنك المركزي وفقا للقانون المالي، وعلى السلطات المالية في تعز أن تفعل ذلك، فلن يستمر البنك في صرف رواتب موظفي المحافظة ما لم يتم إنجاز هذه المتطلبات. وقد رأينا أنه عقب صرف رواتب شهر واحد طالبت الحكومة الأسبوع الماضي مؤسسات الدولة في تعز بإيصال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي اليمني لضمان استمرار المرتبات في المحافظة، وربما سيكون على الموظفين المحتجين في ساحة الحريات والحقوق متابعة تشغيل فرع البنك المركزي وتقديم الدعم المعنوي لمكتب المالية بتعز ودعم جهوده لاستقرار الوضع المالي وتنظيم الإيرادات، وأن يبدأ بفتح حسابات موازنة في المقر الرئيس للبنك المركزي عدن. على مستوى المدينة والمديريات أغلب إيرادات تعز تأتي من الضرائب، وحاليا هذه الإيرادات تنهب من قبل جماعات مسلحة أفرزتها الحرب، وفضلا عن ذلك تفرض هذه الجماعات جبايات وإتاوات على التجار وتجمع الأموال لتمويل أنشطتها، فيما المؤسسات المالية معطلة والبنك المركزي مغلق وموظفو المحافظة بلا رواتب. مواطن طبعت ميليشيا الحوثي شعارها على جدار منزله الطيني، ثم حين محى الشعار أخذته الميليشيا إلى المعتقل. وقال موقع المشاهد نت إن مسلحين حوثيين اعتدوا على مواطن في منطقة صرواح بشكل بشع. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي أقدمت على إطلاق الرصاص على المواطن صالح محمد دحان من أبناء عزلة المحجزة غرب مارب بعد اتهامه بشطب شعارهم من على منزله.
قال المصدر أو مصدر محلي قال للمشاهد إن عددا من مسلحي الحوثي اتهمت المواطنة صالح دحان بشطب شعار الصرخة الحوثية من على جدار منزله الطيني في قرية بمديرية صرواح، وقامت الميليشيا بأخذه من منزله. وأضاف المصدر المحلي أن مسلحي الجماعة قاموا بأخذ المواطن بعد إصابته بالطلق الناري إلى سجن الميليشيات في صنعاء. إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم والتي جاء في عناوينها: قيادة التحالف تستدعي قائد المنطقة الأولى بعد احتجاجات جنود وضباط، وعنوان: المودع يحذر قيادة التحالف من كارثية الوضع في اليمن ويطالبها بمراجعة شاملة، وعلي ناصر يقول: الاستمرار في الجنوب بعيد المنال وقدمت مقترحات لحل الأزمة. ومن الضالع: بعد رفضه دفع جباية مقتل أحد أبناء لحج برصاص نقطة تفتيش بالضالع. ومن أبين: إصابة قائد التدخل السريع واستشهاد اثنين من حراسته وإصابة خمسة آخرين إثر تفجير سيارة مفخخة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم. كيبورد، صدى أصواتكم وأفكاركم، فكونوا على الموعد. أهلا بكم من جديد. بداية الصحف العربية من صحيفة العرب الجديد والتي عنونت: يمنيون يموتون خارج المستشفيات. قالت الصحيفة: كثير من الأسر القاطنة في المناطق الريفية لا سيما تلك التي يسيطر عليها الحوثيون تفشل في محاولة الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمن جراء الحرب. يموت يمنيون بسبب أمراض كان في الإمكان علاجها في حال وصلوا إلى أقرب مركز صحي، بحسب عبد السلام التهامي. يقول للعرب الجديد: مات بعض كبار السن في القرى المجاورة بسبب أمراض يمكن علاجها في المستشفى بكل بساطة، فقط لأن أسرهم الفقيرة لا تستطيع نقلهم إلى المستشفى وتحمل تكاليف العلاج. ويشير التهامي إلى أن أحد المرضى سقط من الدراجة النارية أثناء نقله على متنها إلى المستشفى. الأسرة فقيرة، وعندما قررت نقل مريضها إلى المستشفى طلبوا من صاحب دراجة النارية أن يساعدهم في ذلك، لأن كلفة النقل تكون قليلة مقارنة بالسيارة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يحاول بعض المرضى فعل أي شيء من أجل الوصول إلى المستشفى للعلاج. يقول حميد صالح، وهو سائق تاكسي في صنعاء، إن أحد المرضى طلب منه أن يوصله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج مقابل إعطائه ذاكرة خارجية للهاتف المحمول الخاص به، فهو لا يملك المال. يضيف العرب الجديد: ركب معي كثير من المرضى الذين يعرضون مقتنيات خاصة بدلا من الأجرة من أجل توصيلهم إلى المستشفى وإعادتهم إلى منازلهم. أما صحيفة الخليج فقد عنونت: ضبط مخزن متفجرات في لحج جنوبي اليمن. قالت الصحيفة إن قوات الأمن في محافظة لحج جنوب اليمن ضبطت مخزن متفجرات يحتوي على ألغام وعبوات ناسفة ومتفجرات أخرى تابعة للجماعات الإرهابية، وذلك عقب مداهمة 4 أوكار تابعة للإرهابيين في مدينة الحوطة أو الحوطة بعد متابعات استخباراتية مكثفة وجمع معلومات دقيقة. وقال مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد إن أمن لحج داهم 4 مواقع خاصة بأحد المطلوبين في قضايا إرهاب، وأكد أنه تم العثور على موقع متفجرات تشمل عبوات ناسفة وألغام ومتفجرات تم تخزينها ودفنها داخل غرف أرضية وتغطيتها بالبطانيات. وأضاف السيد أن قوات الأمن والأجهزة الاستخباراتية وبتعاون المواطنين عملت طوال الفترة السابقة على جمع معلومات دقيقة مكنتها من الوصول إلى 2 أوكار تابعة للجماعات الإرهابية.
في مقال جون بيلجر الذي أعادت نشره صحيفة الغد تحت عنوان قتل التاريخ، يتحدث الكاتب عن عودة جوهر الصراع إلى الإدارة الأمريكية في ظل صمت جماهيري كبير يشجع على التمادي في صناعة حرب المستقبل القريب. ويقول الكاتب في جزء من المقال: لم يتغير شيء، فعندما خطب دونالد ترامب الأمم المتحدة في يوم 19 من أيلول سبتمبر الماضي، الهيئة التي تم تأسيسها من أجل تخليص الإنسانية من صيات الحرب، أعلن أنه مستعد وراغب وقادر على تدمير كوريا الشمالية وشعبها البالغ عدده 25 مليون نسمة. وقد شهق جمهوره، لكن لغة ترامب لم تكن غير اعتيادية. كانت منافسته على الرئاسة هيلاري كلينتون قد تفاخرت بأنها مستعدة لمحو إيران بالكامل، وهي الدولة التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة. هذه هي الطريقة الأمريكية، سوى أن التعبيرات الملطفة اختفت الآن من الخطاب. بالعودة إلى الولايات المتحدة، حيث أشعر بالصدمة من صمت وغياب المعارضة في الشوارع وفي الصحافة والفنون، وكأن الاستياء الذي تبناه الإعلام السائد ذات مرة قد انكفأ وتحول إلى عدم استياء مجاز عما تحت الأرض. هناك الكثير من الصوت والغضب اللذين يتوجهان إلى ترامب الكريه الفاشي، لكن لا شيء تقريبا يتوجه إلى ترامب كرمز وكاركتر لنظام مستدام للغزو والتطرف. أين أشباح المظاهرات الكبرى المعادية للحرب التي كانت قد نظمت في واشنطن في السبعينيات؟ وأين مرادف حركة التجميد التي ملأت شوارع منهاتن في أواخر الثمانينات، والتي طالبت الرئيس رونالد ريغان بسحب الأسلحة النووية من ميدان المعركة في أوروبا؟ لقد نجحت روح الطاقة والمثابرة الأخلاقية لهذه الحركات العظيمة بشكل كبير، فمع حلول العام 1987 كان ريغان قد تفاوض مع ميخائيل غورباتشيوف على معاهدة القوة النووية متوسطة المدى التي أنهت عالمياً الحرب الباردة. اليوم ووفق وثائق سرية لحلف الناتو وقد حصلت عليها صحيفة ألمانية، يرجح أن يتم التخلي عن هذه المعاهدات الحيوية نظرا لازدياد التخطيط للاستهداف النووي. في أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة، الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام. قالت الصحيفة: فازت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام. تضيف الصحيفة: وستقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها 9 ملايين كرونة سويدية في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 من ديسمبر كانون الأول. وفي ذات الموضوع تعنون شبكة البي بي سي: أين النساء من الفوز بجائزة نوبل للعلوم؟ تقول الشبكة إنه ورغم الحماس المرافق للاعتراف الواسع بالبحث الرائد، من الواضح أن الكثير من العلماء يشعرون بضرورة إحداث التغيير، ذلك أن 17 امرأة فقط حصلن على جائزة نوبل في فئات العلوم الثلاث منذ إطلاق الجوائز عام 1901، ولم يكن ضمن القائمة أي شخص ذي بشرة سوداء حائز على الجائزة، وكانت امرأتان فقط هما ماري كوري 1903 وماريا غوبريت ماير 1963 من بين 260 شخص الحاصلين على الجائزة في مجال الفيزياء. وانتقد بعض الباحثين على تويتر المعايير الحالية لمنح جائزة نوبل، ذلك أنه لا يمكن مشاركة كل جائزة بين أكثر من 3 أشخاص، كما أنه لا يمكن تسمية فائزين بالجائزة بعد الوفاة. هذا وتبقى قوائم الترشيح سرية لمدة 50 عاما. تضيف البي بي سي: نظرا للمكانة التي يحصل عليها الحائز على جائزة نوبل وتستمر مدى الحياة، تشكل الجائزة دفعا كبيرا لمهنة أي باحث، فالجائزة تضفي شرعية على عمل الحائز عليها وتسفر عن اكتساب سمعة دولية في مجال يتسم فيه بتمويل الأبحاث بقدر كبير من التنافسية. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف، وتنتقل الصور من البرية إلى المياه الضحلة في الهند إلى أحداث سياسية والاحتجاجات والأفراح وصولا إلى الحزن. متابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.